قردك يعني امسك شركاتك يابا؟ قرد اللي يمسكك ولا ايش يابا؟ تترشح محلي للنيابة، اعمل اللي بقول لك عليه، ابوك خبرة. كل مرة بتنفتح فيها سيرة التطوير وبتحس انه ما في الا جانب واحد من التفكير، بنحكي بالفساد واللجان والأحزاب، تمكين المرأة ودعم الشباب، الصوت واحد والقوائم دائرة عامة ودوائر محلية، كلام بكلام، مصطلحات كلها سياسية. أما عامة الشعب فبتفرجوا على المسرحية. هو الجمهور الوحيد وعارف بالأخير إنه الخلاصة هي. ما هو طبيعي إنه الشعب اللي بيدور على لقمة عيشه وطفران ما بتطلع لقدام زي اللي عايش مرتاح ونايم شبعان. فلو عدلت قانون الانتخاب بدل الأب رح ينتخبوا الولد، ومش كثير رح تفرق لأنه هذا الشبل من ذاك الأسد. يا يابا اسمعني شو بدي اقول لك، هاي المرحلة مرحلتك، مرحلة الشباب، بدي اياك تكمل مشواري يابا عشان اقدر اسلمك الراية عني. وانا برسم لك الطريق اللي انا بدي اياها. بدك اياني امسك شركاتك يابا؟ قرد اللي يمسكك. اسمع شو بتفكرني، ميت ولا مخرفن؟ اوعك تجيب طاري الشركات، فاهم؟ ولا ايش يابا؟ يابا انا بدي اياك تترشح محلي للنيابة. ماشي يابا، لا تخاف، انا بدي انجحك فيها مثل شربة المية، بس روح طق لي كم صورة واعمل لي 5000 لوحة، بدي اغطي كل مناطقك. وارشم لك خيمة بسرح فيها الخيال، والخطبة بدي اياها خطبة قوية تحكي عن مناخ الاستقرار وعن البطالة والغلاء والاقتصاد. وغمض عين فتح عين ما اشوفك الا بتحلف اليمين. يا بابا شو بطالة واقتصاد ولوحات؟ هاي الاشياء كلها مش ستايلي. ايه ولا شو بدك لعاب؟ كيف الناس بدها تعرف انك ترشحت؟ سهلة. انا اوريدي انفلونسر، ستوري وحده بخلي كل الناس تعرف اني ترشحت. ايه اسمع بلا صغر عقل، اعمل اللي بقول لك عليه، ابوك خبره. يا بابا انت طريقتك عتيقه، ما بتنجح شاب زيي. قول انه ابوك بفهمش، قولها، من ايش خايف؟ قاعد تتحداني؟ وبتحقق معاي؟ اقول لك قدامنا حلبة الانتخابات. Bring it on. ايه on. بدي همتكم شباب، ابوي بتحداكم. وكما عهدتكم وتعرفون سخائي سوف اترشح ممثل لكم في البرلمان. لا 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 حبيبي، انا مش سائل بكل هاي الشغلات. أما بالنسبة للبطالة راح أدعم كل القوانين والتشريعات اللي تحد من نسبة العاطلين. بدنا نزود بادجت السبونسر أدز. انتخبوني انتخبوني. سوايب أب أند فوت فور مي، اعملوا لايك وراح تربح معي جوائز كتير من اللي بحبها قلبكم، زي ما عودتكم دايما إذا وصلت المجلس. مبروك سعادة النائب. مبروك يا سعادة النائب. طاق طاق طاقية، خبر وخبرين نومية، شايب حليب وينسون زهورات وميرامية، تبع معنا عالأخبار وشوف الخلطة السحرية، وضع البلد زوق الزوق، وضع الأم العربية، لفساد ولا بطالة.